كل ما هربيني يا ابن الذين عايز كل ما هربيني ما تكرش انك تعجبني ما تكرش انك تعجبني بس واحدة واحدة عليا اصل انت كل نجس قلت يا بنت وليت علي معاك مش خارجه انت بتقطع اسنانها يا ابراهيم انت قطعت زباله بتقول علي ان هو الرخيص ده انت طلعت ارخص منها يلا يا زباله جابك الاعرف وامرك وهتندف اوعى اهدى شويه خلاص يا سلسة معلش احنا اسفين هيصوا يا جماعه هيصوا انبسطوا يلا يا شوشو اشتغلي يلا يا استاذ غني هيصوا يا جماعه ايه يا ابراهيم بقول لك يا جدع انت شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير انا مش عايز لبش يا دارة دي بنت لازقه وده رامي جبتها عليا انا اسف مش هتحصل تاني والله ما هتتكرر تاني لا 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 خلاص انا مش هتفهم الشغل ده معلش يا دارة سماح نكسات عقل ودين بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني ولا هي هيما صح سامع سامع يلا اتفضل شوف شغلك شوف شغلك يلا من هنا يا ركز يا يلا نزل الخرابه دي في ريحه منيله طلع نزل ووطي التي في اوطي الايه وطي التلفزيون ده امان ليا وليك يا سعاده الباشا عشان الوليه اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجه انت مش قلت انها ما بتتحركش ما بتتحركش اه بس ودانها زي الكلب البوليسي بتسمع دبه النمله اتفضل ادي 5000 جنيه اهو فين بقى الورقة اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضية 5000 جنيه ايه يا سعادة الباشا الولية عندها فشل كلوي بتغسل ب10000 جنيه في الشهر بتغسل ايه ده انت معفن والله والله ما كنت هتنازل عن 100000 جنيه بس لولا مجيتك اتفضل يا سيدي ادي 5 تاني اهو فين بقى الورقة شوف يا سعادة الباشا الفلوس دي علشان اقول لك الورقه فيها ايه لكن الورقه نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح ما يقلوش لحلوح طيب يا سيدي هات الورقه اشوف اللي فيها ايه وخد الورقه مش عاوزها الورقه اهي فيها عنوان نجوان بنتي ومروان بالتفصيل الشارع والعماره والشقه لا اللي حليح الاول حاجه غريبه الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليك رد معتبر الرد ده بيسموه رد دبلوماسي رفضتيه من غير ما تحرجيه رفضت مين يا ماكوس؟ مش مهم يا سندس بعدين البت كوريا اول مرة اتأخر كده بالليل بتصل بيها بالتليفون ما بتردش قلبي وكني عليها هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون مش هتوكلني الزبادي هيتاكلك آه هاكليه انا اللي هاكلك يا سندس تعال يلا بالهنا والشفا هتوديني ازور النبي اوعدك يا سندس اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك اهلي عند النبي اه قولي والنبي والنبي يا سندس انت كذابه يا اختي وبياع الكلام هوديكي وهتشوفي كل انت بس وادعي لي يا سندس لا يا رب مالك يا بنت في ايه ايه يا كوريا في ايه قلقتيني عليك انت كنتي فين خليك لسه نازل يدور عليكي انت بتعيطي في ايه مالك ابراهيم تاني ابراهيم ماله خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه كباريه مرة. إبراهيم ده مش مظبوط مش مريح مريب كده يعني ده حتى علاء قال لي إن سكته كلها غلط ومش تمام الصراحة هو قال لي إنك لازم تفسخي خطوبتك منه يا ما حذرته قلت له يا هيما بلاش يا هيما هتزعل مني
كبدكي فاضلك مرة. مفيش، كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس انك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه احسن منه. انا الغلطان، انا كل مره كنت بوتر بنفسي 100 جزمه، وبعدين ارجع اقول معلش يا بنت انت بتحبيه. معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايده. معلش يا كوريا، معلش، هما الرجاله كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقرا ويفهموا. هما الصباط برضو ليهم نظره في الناس مختلفه غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصك ولا ناقصه الظابط بتاعك؟ بقول لك ايه، اطلعي بره، انا مش عايزاك، انا عايزه اقعد بطولي. تعرفي يا كوريا، انت تستاهلي اللي بيعمله فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك، خليك يا شيخ. روحي كده. ماشي يا ابراهيم، ماشي. تعملي لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقه، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجه، كان هيهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقولك يا ساره، ما تنامي احسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عاملالي عقله وفيلسوفه وكل ده عشان مش عايزه تحسي ان حياتك تافهه. علمك بقى حياتك تافهه وهتفضل تافهه. على فكره انا حياتي مش تافهه خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجه انا بعملها. يا دي يا سكه يا ولا، قوم يا ولا. طيب عادي يا عم، حاضر. مين؟ اوعي يا عم، بس مين؟ ايه يا عم؟ عاير وقت وقتك ولا غفلان عملتك صح؟ يا ابراهيم، يا خرابي، انت اللي قلت لكوريا انا شغال في الكباريه؟ وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض؟ وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها؟ طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بشتن ودخل بينكم يا كوريا. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه، ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله، انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل واشكمها يا ولا. طيب يا ابراهيم، ده لو سكين على رقبتي يا جدع، سرك يتدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور. دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ستي نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ستي عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ستي نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي 1، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريده حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود. ربنا يحميكي من الميكانيكي وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. ها؟ طب والعمل ايه؟ لا 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 لا،
العينين الحلوة دي ما تعيطش، أنا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بطة حتى، هتعيشي هناك معززة مكرمة، وأنا هكفل بيكي من كفة شيء، عشان تبقي بعيد عن إيد الرجالة ولسنة الخلق. وأنا اللي قاعدة عمالة أقول، طاعون ده صايع، لا مؤاخذة يعني، أكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعمالة أسأل هيحاول إمتى يجيب رجليكي؟ أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت شغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شبتش منلا، ربت تغنلا. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمه على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعه الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه، وانا سايبني كده عامله زي الشحاته؟ بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بيقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا، اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي، في 10000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو زازه. لا دي قنينه، النينه. مش ضروري يا بابي كل مره تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزباله ما بترميش غير مع الزباله اللي زيها. يا سلام، وكان حد قال لك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه. المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، ما مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي حبيبتي. اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون، منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50000 100000 اعكمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 اهلا. مصطفى العظيم، انا عاوز اقول حاجه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ايه حكايه اسم نجوان اللي منتشر على فجاه ده؟ كان في وليه غلبانه بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هيما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزباله وتمسح وكده، وكان برضك اسمها ام نجواه. انت مش امبارح طردتيني من اوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحده اسمها ام نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها. ايه ده، انت عبيطه بنت ولا ايه؟ وكمان يعني حزينه ومنكسه مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبه ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك؟ مستنيها تفتح. طب اصبر، عايز اطلع الشقه اجيب كشاوه اخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو، ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصاك؟ لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟
اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كداكي، اعصرها واسنفرها واخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد ياه. لسه قافش ولا ايه؟ وربنا انا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات للكباريه ووسخت معايا. كداكي الفيلم ده مش هاكل معايا. انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش. انت هتعمل فيها منى الشاذلي؟ اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا منى الحسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه ياه؟ كده برضه كبداكي بقى تروح الكباريه يا راجل فرق قصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سكه، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سوكه، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه ياه، ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون، معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور سبوع بس، تغني في كباريه دي كبيره عليك. عليا النعمه ياض يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدهانه ده اللي زي ده يخش عليه ثلاث عيل جدعان كده اهو، يقلعوه مالت ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دي الكسوف يا ولاد، مين ده اللي هيقلعه مالت عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز بلاش نلجا للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج؟ ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبه تقيل، هتقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله ب60 نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي قولي بسرعه، ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ اه. وبابي بيقول انها عيانه. اه. نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا، نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي بقى؟ ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصبي العصير وهتحطي فيه مناوم لابو نجوان، هيشربوا هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو برافو برافو، تاتش وود دي بنتي. هايتي انت جناني. ميرسي بابي. لبستوا يا اولاد؟ شيلي ايدي من على وشي. شيلي يا حبيبتي، ده احنا لبسنا وقلعنا ثلاث مرات. يا ام كامين. خديهم بقى. لا 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 لا، انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقالي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني؟ انا بالنسبه لي انا وانت واحد، فاكيد يعني مش هحسد نفسي. لا بالراحه، الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير، بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي تسميها ايه انت، انك بتلاقي تلاكيك عشان تجيلي. والله عندك حق، ده انا برضو النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى؟ دي. وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يعني مين. قول. بص يا ستي، انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار، ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايز اجيب لها هديه، فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلو قوي، ما تديها لها. تفتكر هتفرح بيها؟ اكيد هتفرح بيها. متاكده؟ اكيد. عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لك انك وحشتيني وحشتيني. طب وانا بقى جبت لي ايه؟ We'll be right back.
سندوتشات يا ولا. ما تحكش بس لامك اتوصى بيها، وحط بقى طحينه كتير، حط طحينه كتير. لف لف السندوتشات في الورق علشان خاطر الكياس دلوقتي بقت زي الذهب، غليت قوي 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 قوي. وخلي بالك حط الواد كبدك تحت باطك، لان الواد ده هو هينفعك ان شاء الله. وعلى راي المثل سجد المنجد يديك لحاب زياده يا ولا. كل نصايحك وصلت ياما. بقول لك ايه، ادي اتنين كبده ماشي، واتنين سجق ماشي. يلا ما تكل على الله. شكرين يا حبيبي. تكلنا على الله، امال احنا تكلنا على مين يا حبيبي؟ اسم الله عليك. يلا ما خلي بالك من نفسك. حاضر. ما تخانيش مع حد. حاضر يا اخويا. ما تعمليش مشاكل مع حد. عيني. صباح الجمال يا احلى شاعر في مصر. الهنا. بقول لك يا استاذ، كلمه بيني وبينك كده، انا زعلان مع البنت بتاعتي ومحتاج حضرتك تكتب لنا كلمتين كده عشان يقربوا المسافات. نعلان يا سوق. لسه كاتب انا. لسه كاتب كلمتين. من حظك ومن نصيبك. اديني يا استاذ. الحلال والله. بص، خليكي دايما بصه وراكي. هو ده. شوف. اقول لك حاجه استاذ، كمل يا استاذ. اهو كله هيجي على قفاكي. قفاكي كده هتبعد يا استاذ. قفاكي ايه يا استاذ؟ عم كمل. عشان انت كسرت قلبي، كسرت اللي ما بيننا، ورسونت العيش والكنتاكي. كنتاكي؟ طب بقول لك يا استاذ، ما تخليها كبداكي بدل كنتاكي. عايز مستهلك انت صح؟ انا بقى عايز المستهلك بتاع تامر حسني وحماقي العيال بتوع الدباديب دول. يا عم دي اسهل حاجه. خد اديني. احنا بتوع بعض انا وانت. اقول لك عني. هو ده، هو ده الشغل يا نجم. هو ده. قريتك ازاي؟ اديني يا نجم. ما نشغل بعض انا وانت. الله. اقول لك حاجه، والمصعب استاذ. وتلحنه كمان. اديني. انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ استنى بقى استاذ. تطم تطم. ايوه انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ خش يا استاذ بقى على طول. اني ليا ابوس ايديكي كده. البنت هتهرب. يلا يا استاذ. احنا بتوع بعض انا وانت. ايوه هو ده. ما لناش غير بعض انا وانت. الله. احنا بتوع بعض انا وانت. الله. ما لناش غير بعض انا. الله. انا كايسون وانت ليلى. الله. كايسون هو عنتر وانت عبله. اي عبله. كايسون وانت ليلى. عنتر وانت عبله. والنبي تديني الكوبله. الله. حتى ولو اخويا. حتى ولو اخويا. الله. بس هقول لك حاجه يا استاذ، والمصعب 10 10. بقول لك يا استاذ تعب. حق الكبده يا استاذ. بونسوار. بونسوار. S'il vous plaît, monsieur, j'ai envie de vendre cette bague. Qu'est-ce qu'il y a? Police, I want you to come as soon as possible. I have a lady, she's a crook. She wants to sell me a fake diamond ring as an original one. I'm holding her. Thank you. What? This ring is fake? جاي تتنططي عليا في مكان اكل عيش يا كوريا؟ بس العيب مش عليكي، انا اللي اخدتك عليا واديتك قيمه، انا اللي خليتك تتني وتتفردي لحد ما افتكرت نفسك حرمه. ما تيجي يوم ما تشوف الحريم عاملين ازاي. بص لنفسك، بص لنفسك يا كوريا. تسترجلت يا كوريا لحد ما هيطلع لك شنب ودقن. انا عملت لك كل حاجه يا كوريا. قلت لي ماليش في الشمال يا ابراهيم، جبتك في اليمين. قلت لي عاوزه خطوبه تخطبنا. قلت لي ابعد عن نوال، بعتها عني واديتها بالجزمه عليا بايدك كله ياما. ده انا كبداكي اللي تقع منه ما تهزوش. طريق صحراوي يا كوريا، ده اخر الخط بتاعي معاكي. انا نازل هنا يا امي. سلام. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous me laissez attendre ici? Et pourquoi vous avez appelé la police pour moi? Pourquoi? La bague n'est pas originale. Et moi, j'ai pas dit que la bague est originale. Moi, j'ai envie de la vendre telle qu'elle est. Non. Écoute, monsieur, est-ce que la loi ici arrête les gens parce qu'ils veulent vendre une bague qui n'est pas originale? Non. Alors d'accord. Moi, j'ai changé mon avis. Je peux avoir ma bague et partir?
مرسي. قولي لي بقى يا أميرة القلوب، مبسوطة في البنسيون؟ الحمد لله، ناس كويسين وطيبين، بس أنا عايزة أرجع البيت عشان ألم هدمتاني واتخانق مع سلومة الكلب واخد منه ورقتي. الراجل الناقص زي ما يكون حيرميني، لا كاتب لي مؤخر ولا قايمة. لا لا لا، ولا تروحي ولا تتكلمي ولا الجو ده، وأنا هبقى أجيب لك الورقتين بتوعك بس بطريقتي، خلاص؟ المهم بقى ركزي معايا دلوقتي، تاخدي الحتتين دول تجيبي لك ايه هدمتين حلوين بس يكون فيهم طقم ملعلط كده وبروبرو. ليه بقى؟ لان انا هخرج خروجه ما خرجتهاش قبل كده، هعيشك في امبيانس لم يحدث من قبل. بس كده كتير قوي يا ست عون، انت جمالك بقت مغرقاني. ولا كتير ولا حاجه، انت ست بنت حلال وطاهره وتستاهلي كل خير. تصدق بالله انا شكلي فعلا بنت حلال وربنا عوضني بيه. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل اتفضل يا ابو طالب بيه، اتفضل. حضرتك تشرب ايه؟ انا اولا عايز اكلم نادر ضروري وشويه قهوه صغيرين. ام احمد. نعم. اطلعي عندي دكتور نادر من فوق. حاضر يا هاني. تصور تصور يا ابو طالب بيه، نادر ما بيكلمنيش، وكل ده ليه؟ علشان انا ما كنتش موافقه على الست اللي اسمها نجوان، وادي كل اللي انا قلته حصل، وشفت حضرتك عملت فينا ايه. ابقى انا غلطت في ايه؟ كل شيء هيتحل بمجرد ما نحل مشكلة هايدي. يا رب يا رب يا ابو طالب يا رب. في ايه؟ ايه الالحاح والملل اللي انت فيه ده؟ هو انا مش اديت لك ورقة رضية وقلت لك انا مش هشتغل فيها تاني؟ جاي ليه وعايز مني ايه؟ دلوقتي ابو نجوان مع العنوان التفصيلي بتاع نجوان ومروان، انا هشتريه منه وهجيبه لك عشان تقول لنا نعمل بيه ايه. وانا هعمل ايه؟ يا نادر، احنا مروان نصب علينا في الفلوس، وانت نجوان نصبت عليك في قلبك، يعني بيننا قضيه مشتركه. يا اخي كفايه عليك كده بقى، حرام، ارحمني. قلت لك انا مش هشتغل في القضيه دي تاني، خلاص ده كلام نهائي. اتفضل اخرج بره. اتفضل. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت ليه مصر تخسر كل الناس اللي بيحبوك؟ احنا عملنا لك ايه؟ انت مالك بقيت بني ادم ما عندكش قلب ليه؟ الله، صورتك نازله في الجورنان ومنوره، دي عشان جريمه القتل بتاعت اول امبارح. عيب عليك، جبت الواد في 24 ساعه. نفسي بقى اخلص من القضيه الزفت دي، اتصور وانا قافش البت هايدي دي من قفاها. شد حيلك. شد حيلي ايه؟ الواد نادر ده شكله غويط قوي، بنت في حضنه ليل نهار ومعرفتش تطلع منه باي حاجه غير انه بيكلم ابو طالب ومش عارف مين ومين كده. هايدي مش هتيجي في سنتها السودا خالص. يا ابني انا مش بتكلم معاك، بعدين بترسم ايه سحلك قوي كده؟ برسم جمالات. Who are you? Who are you? I can't speak. Break. انتوا مين؟ انتوا مين يا ولد الكلب؟ اهلا اخ مروان، شلونك؟ يعني ازيك بالمصري؟ لك وحشه تصدق؟ لا وحشه كبيره بعد. شيلوه. جاسم. ايه جاسم، جاسم اللي ضحكت عليه ولبست العمه ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور ايه اللي انت بتقول عليه؟ مروان، العمة اللي أعطيتني إياها صارت صغيرة ضيجة علي، ما أحبها. الحين أنا برجعها لك وأبي فلوسي بس. مش فاهم حاجة، عمتي وفلوس إيه؟ في إيه؟ أنت فاهم كل شيء. أنت للأسف فاكر أن كل شيخ عنده في البيت بترول، نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، أنا شقيت
أنا تعبت، أنا حفرت الصخر حتى أصبحت ملياردير، ولو أمشي وأوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت، وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قيس. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، أعطيتك كل اللي تبي، كل المشاريع اللي أنت اقترحتها أنا وافقت عليها، شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، أنا أبي فلوسي، الخمسة مليون يورو أبيهم بس. أكيد في حاجة غلط، وبعدين أنت عارف إن إحنا شحننا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. سكرة؟ شوفوا شغلكم.